الغمراء. شوف يا أدهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعك، وهو بصراحة كده خلقه ضيق، وانت كل شوية تقول لي مش دلوقتي، الأسبوع اللي جاي، الأسبوع اللي بعده. أنا عايزك تقول لي بالظبط وبصراحة كده ومن الآخر، إيه الحكاية؟ مفيش حكايات ولا حاجة. الله، يعني أنت ما تقدرش تعمل حاجة؟ أديني مستني رياض باشا ياخد أجازة، ياخد فرقة، يطلع مأمورية. ده أنا جسيته بس إن أنا مدخل تلفزيون أو كاسيت للباشا كان هيعمل لي محاكمة عسكرية. يعني الحكاية باظت؟ مفيش حاجة باظت، أنت مستعجل ليه؟ كل شيء وله وقته. ازيك يا لمبي؟ تعرفت ولا ايه؟ يا نهار ابيض، خلصت يا عم. متخف؟ تعرفت ولا ايه؟ متخف؟ خلاص انت هتفضحنا. مخبي يا صاحبي، حرام عفنا. مخبي يا صاحبي، ايش تصدق؟ ايش تصدق؟ تعرفت ولا ايه؟ Thank you.
خير يا دكتور. ليه القلق ده؟ العمليه سليمه الحمد لله، هو هيخرج على العنايه. مفيش زياره قبل 3-4 ايام، مفيش داعي خالص لوجودكم هنا دلوقتي. تقدروا تتفضلوا. يعني ايه نتفضل؟ انا لازم اخش اطمن عليه دلوقتي حالا. طلعوها بره. طب اتفضلي انت يا هاني، فعلا مفيش داعي لوجود. ما اقدرش. ايه يا مدام، يا مدام يا ريت تهدي. والحمد لله اننا اطمننا عليه. اتفضلي ساعه. اتفضلي وسعك معايا. ادهم، انا مش عايز افكرك بان المبلغ اللي انت خدته ده مش شويه، واي لعب مش هيكون في صالحك. لو صدقت معانا يا ادهم هتشوف ايام ما شفتهاش في احلامك. الشيء الملعون اللي اسمه الفلوس ده بيخلي الدنيا دايما تبقى عند طرف ايدك، تغرف منها وتاخد. ده مخ الضابط. بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي، علشان يعيش كان لازم ننقله الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتك خدت الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثة. الليبي؟ يا حياة يا دكتور، المريض اللي عملت له عملية بقى ومبهدل الدنيا. الليبي ويعمل لجنة الحادثة. حاسس ب لجنانك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس ب حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتوره؟ انا اللمب. مش عارفه انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلتي له مخ من كيف جاهز. انا اللي نقل حاجه في دمي. ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت المخ زي ده جدا. يعني ايه؟ هينور كمان؟ الله، ده ضمن حظي ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا حاله كده. طب انا اللمبة، انا اللمبة. طب ايه؟ هزعل دماغك هتبص كده حاجه. من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فيه. من ساعة البوم في بعضه ما عرفش. انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبي لما اخر حاجة اخليك تساعد معنا حاجة اعطيتك انت كمان. والله العظيم اقول الحق، انا اخر حاجة عملتها معك نضفت الكمينيهات. الكمينيهات الكمينيهات يا عم. انت مش عارفني؟ ده انت جيت لي في وقتك.